اهلا بكم في مباراة النهاردة بين محمد صفوت و دانيال من اليابان في بطولة كومو في ايطاليا. في الحقيقة المباراة النهاردة كانت مباراة صعبة جدا، لكن اهم درس يعني بعد ما تتفرج على المباراة وتشوفها تلاقي ان اهم حاجة استفدناها من المباراة مؤشر مهم جدا، وهو ان محمد صفوت يقدر انه يكون في التوب 10 التوب 100 او التوب 50 كمان، لان اللعيب اللي بيلعب النهاردة محمد هو رقم 101 على العالم، وكان لسه قريب في ابريل 2016 كان 85 على العالم. فهنتفرج ان شاء الله على المباراة او ملخص ليها. ومحمد للأسف في أول المباراة خالص بدأت خسر الشوط الأول بشوط نظيف ما كسبش ولا نقطة، وبعدين خسر الشوط الثاني لأن الإرسال ما كانش معاه. فالمباراة بدأت بكسر إرسال، ولكن حصل فيها تطورات قوية وكانت مباراة مثيرة. فهنتفرج على الملخص فيها ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله محمد يعني يقدر بإذن الله مع الصبر والمثابرة انه يوصل بمشيئة الله. لف 15 و للأسف برضو دي تقريبا النقطة الوحيدة في هذا الشوط، ولأن محمد برضو خسر هذا الشوط 15. طبعا زي ما انتم شايفين البداية يعني ممكن تكون مقلقة، لكن محمد ما شاء الله عليه هتشوفه في بقية المباراة انه قدر انه يرجع ويبقى خصم عنيد جدا، وفي نفس الوقت الأداء كان عالي جدا. كده يخلص الشوط الثاني وتبقى النتيجة تأخر محمد 0-2. الشوط الثالث والإرسال مع محمد. ودي الكرات اللي كان شغال بيها امبارح في مباراة الدور الأول، يبدو انه كان يعني متمرن على التكتيك ده وعمله امبارح كويس جدا. اهو نفس الشيء الكور اللي على اللاين بقوة وتوجيه سليم قدر بيكسب بيها امبارح نقاط كتير جدا، وحتى الكور النقاط اللي خسرها امبارح كانت برضو على اللاين لانه كان بيوجه نفس التوجيه ده. خطأ على الإرسال الأولاني. أوت 40 لاف. طبعا يعني عشان ندرك صعوبة المباراة اديكوا فكرة عن دانيال الياباني، هو
يعني من أب أمريكي وأم يابانية، وعاش في أماكن مختلفة العالم لغاية سن 14 سنة، استقر في أسبانيا. إيس إيس ممتاز من محمد، ينهي بيه شوط وتبقى النتيجة 2-1. فزي ما قلت لكم، هو استقر في أسبانيا وعنده 14 سنة. المدرب بتاعه حاليا هو جوزيه فرانشيسكو، أسباني، وهقول لكم المدرب بتاعه مرن مين قبل كده. يا سلام يا سلام. فالمدرب الاسباني دوت اللي هو جوزيه فرانشيسكو، هو درب في 2014 الارنب فيرير الاسباني، ووصل معاه اخر 2014 للرانك رقم 10 على العالم. وطبعا فيرير السنة دي كان حظه وحش جدا قدام نيشيكوري، خسر منه 4 مرات. فطبعا لما خسر من شيكوري 4 مرات، طبعا الموضوع ده فرق معاه كتير، لان يعني في كل مرة لو كان كسب او على الاقل مرتين كان هيفرق معاه جدا في الترتيب. وأيضا المدرب دوت درب لاعب روسي اسمه إيجور أندريف، وصل للترتيب 18 سنة 2008. فمدرب قوي، وواضح ان اللاعب اختار مدرب قوي، لذلك ده أثر عليه في تطوره، يعني الولد تطور كويس جدا. التطور بتاع دانيال، لانه دانيال احترف 2010 بس، يعني من 6 سنين، وقدر من في المدة ما بين 2011 و2013 انه يتحرك من 978 الى 241 على العالم. في 2015 دخل التوب 100، وأنهى 2015 وهو 96 على العالم. كده بينهي الشوط الرابع، لتصبح النتيجة 3-1.